احنا طبعا هذه الفوانيس او الكشافات البيتية مقدمة من الدكتور اللي هو هاني سلامة، ونتقدم له بكل جزيل الشكر لانه يعني هو ايش ما الاشي مش الكم او النوعية، وانما الاشي يعني معنوي انه هو تفقد هذه الاسر حتى ينقل لها بيوتها في حالة ظلمة قطع الكهرباء. الشيء صغير لكن المعنوي تبعته او الاثر في النفس اكبر. بنتمنى منه ومن جميع يعني اطباقه او في المؤسسه انهم يكونوا يطلعوا لهذه المناطق وللناس اللي هم يعني المتضررين اللي عندهم اعاقات بحاجات اكبر من هذا الشيء حتى يكون يعني الانسان يحصل على شيء في حياته من هذه المؤسسه. جزاكم الله. أنا مديرة مدرسة العقاد الثانوية للبنات السيدة هدى معمر. مدرستنا مدرسة العقاد الثانوية تقع في منطقة خربة العدس في منطقة رفح. هذه المنطقة يعني أدرى الناس بمدينة رفح الصمود قديش فيها انقطاع للتيار الكهربائي. مدرستنا بتغطي شريحة من 7 إلى 12. طالبات 12 محتاجين إنه يكون عندهم تيار الكهربائي لمدة 24 ساعة، ولكن هذا مش موجود عندنا بالقطاع. قدم الشكر والتحية للأستاذ الدكتور هاني سلام إنه فكر في أبناء وطنه واللي بيعانوه، وخصوصا طالبات 12 في هذه المرحلة من الأزمة والحصار وانقطاع التيار الكهربائي، إنه فكر فيهم ومدهم بالكشاف الكهربائي. شكرا الدكتور هاني سلامة. شكرا الدكتور هاني.